اللي هو الريبس، راح نحكي عن البكتيريال زونوسيس، وراح ناخذ مثال البروسيلوسيس، اكثر مثال شائع على البكتيريال زونوسيس. فالبروسيلوسيس known as Malta fever or Mediterranean fever is a zoonotic infection caused by the bacteria Brucella, which mainly infect cattle, goats, sheep and dogs. إذا هو غالبا على الكاتلز أو الكاوز، الجوتس والشيب، وبيجي من الدوجز أحيانا. The humans generally acquire the disease through direct contact with infected animals or by eating or drinking contaminated animal products or by inhaling airborne agents. يعني حتى إذا كان في بنركز كله هذا مفهوم، بس حتى بالايربورن يعني ممكن يكون إشي ملوث بالهواء، ملوث بالبروسيلوسيس، ممكن إنه أنت إذا استنشقته ممكن يصير في عندك بروسيلوسيس. Most cases are caused by ingesting unpasteurized milk or cheese from infected goats or sheep. إذا باسترة الحليب مهمة جدا بالنسبة لموضوع البروسيلوسيس، لازم غليه لفترة محددة، يعني كم من دقيقة بنغليه؟ لازم غلي الحليب قديش؟ صبايا قديش بتغلوا الحليب؟ يعني جزء 10 دقائق بالعادة بكفي، 10 دقائق. طيب the brucellosis may be acute or chronic، ممكن يكون يعني يستمر لمدة سنوات. Transmission of brucellosis to human eating or drinking something that is contaminated with brucella like raw milk and white cheese prepared from unpasteurized milk. وهاي عملية البسترة زي ما حكينا اللي هي بيحكوا عنها as done by heating milk at 71 degrees centigrade for 15 seconds. ممكن عن طريق الانهاليشن او البريثنج زي ما حكينا، او عن طريق السكن وونز. السيمبتومز ممكن تكون acute brucellosis begins with mild flu-like symptoms زي الرشح ببين، عشان هيك يعني في ناس ما بيقدروا يميزوا انه هذا brucellosis ولا هو flu او انفلونزا عادية. Other symptoms such as fever, abdominal pain, back pain, chills, excessive sweating, fatigue, headache, loss of appetite, joint pain, weakness، او ممكن يكون اجمالا weight problems. Classical symptoms of brucellosis is high fever spikes that occurs every afternoon. بصير الحرارة تيجي spike، بصير ترتفع مثلا 39 أو 39.5 بس بالمساء ترتفع in the evening، تيجي على كم من يوم. Additional symptoms such as muscle pain or swollen glands. The incubation period of the disease can be highly variable ranging from 1 week to 2 months but usually 2 to 4 weeks. ممكن بهمنا احيانا ممكن ينتقل طبعا عن طريق، حكينا كل الطرق، عن طريق الملك او الميت او الرو ديري برودكتس، بس عن طريق الفترينري دكتورز، اطباء نفسهم الاطباء، لانهم معرضين اكثر من غيرهم، تعاملوا مع الحيوانات بشكل مور فريكوينت، فممكن الفترينري دكتورز ايضا يكونوا سورس للعدوى. Prevention and control: drinking and eating pasteurized milk and cheese is the most important preventative measure. People who handle meat should wear protective glasses and clothing and protect skin breaks. فهذا برضو لما بتروح على المصانع مهم جدا اللي بتعاملوا مع الملك والأشياء هاي ومع كل الأغذية، إنه يكونوا لابسين the protective equipment، هم منه مشان يحمي حاله ومنه مشان يحمي المنتج نفسه أيضا. فلازم يكون فيه يعني strict regulations على المصانع بشكل عام، سواء كانت يعني مصانع بسيطة زي المصانع الألبان أو خلينا نقول ملابن، هاي لازم يكون في عليها strict observation بصراحة، مش أي واحد. بس أنا يعني إذا بدنا نعمل evaluation للوضع، ما أعتقدش إنه يعني المحلات الصغيرة هاي مش هالرقابة الكبيرة، صح؟ مش هالرقابة القوية جدا على موضوع خلينا نقول the protective equipment.
الفاكسينيشن there are only vaccines for animals and no vaccines against brucellosis for a human, just prevention. Detecting infected animals controls the infection at its source will reduce the incidence in humans. يعني نحاول إذا بتعرف إنه في الأنيمال مصابة لازم يكون في متابعة. كمان مرة إحنا عندنا يعني صعب متابعة هاي، بتروح على المفرق، بتروح لي على معان، على مناطق الرعوية البعيدة، ما تصورش إنه فيها الرقابة على الحيوانات. لكن الأيديال إنك تكون أنت في رقابة، وحتى الأنيمالز هاي تأخذ رعاية كاملة بهدف منع حصول العدوى. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنورث أفريكا and Middle East، في هون بنحكي عن البروسيلوسيس incidence by country والكيسز لكل 100,000 نسمة. خلينا نقول إذا بتشوف هون الأردن من 25 ل 130 بتراوح الرقم، 25 ل 130 واحد لكل 100,000 بصير عنده بروسيلوسيس. الرقم عالي إذا يعني إلى حد ما. السعودية 137 تقريبا. شوف تركيا 11 ل 49، الرقم أقل. طيب لو أخذنا مقارنة على ألمانيا قديش الرقم؟ 3% لكل 100,000. فقارنة، حبيت نشوف هاي المقارنة بين دولنا، دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميدل إيست آند نورث أفريكا، ونقارنها بس في ألمانيا. شو السبب برايكو؟ قلنا قبل شوي، شو هو؟ شو السبب إنه قليل الحالات جدا في ألمانيا؟ في تشديد وفي رقابة، هذا هو السبب الوحيد والأوحد، فيش غيري. طبعا بالإضافة للوعي، إذا بدي بس هم يعني الوعي مهم جدا، كمان الوعي awareness مهم جدا. موجود، أتصور موجود، بس الوعي هناك أكثر، والregulations strict أكثر للأمان. heat map of global annual incidence، بس يعني تعرف انه اجمالا مناطق افريقيا هاي مناطق هوت بالنسبه للبروسيلوسيس، لانه ما في وعي وفي فقر وما فيش بوليسز، فالمناطق هاي غالبا فيري هوت. هذا مش مهم. هون نفس الشيء تقريبا، البروسيلوسيس زي الريبس نفس الفكره تقريبا، وهذا اظن لسنه 2022 برضه. معان، آسف، المفرق وعمان أكثر المناطق اللي فيها بروسيلوسيس لنفس السببين، كثافة السكانية الموجودة في عمان والمفرق كمنطقة رعوية وفيها قطاع ثروة حيوانية بجزء أكثر شيء في الأرض. الإنسيدنس لكل 100,000 بالبروسيلوسيس من سنة 2008 لل 2022 هاي الأرقام تقريبا. شوف هون بال 2000 يعني كانت قليلة 1.92 من 1 يعني إجمالا من 1.5 ل 2 لحد سنة 2015 صار شوي بيك شوي 5.6 ل 2015 بال 2016 6 تقريبا، رد رجع نزل بال 2020 2021 2.3 2022 صار في برضه رجع زاد معدل 4 لكل 100,000 الإنسيدنس ريت. عم نحكي هيو على الانسيدنس ريت. بسنة 2022 نفسها البيك كان بشهر 6 بجون، كان فيه عدد كبير من الحالات، فكان مش عارف صراحة، حاولت ألاقي تفسير ليش بشهر 6 بالذات في بيك من البروسيلوسيس بالأردن. شو رأيك وليش؟ طيب هل حدا عنده تفسير؟ أنا بصراحة ما طلعش معي تفسير. شباب صبايا، ليش بشهر 6 ممكن يزيد حالات البروسيلوسيس؟ تفضل. ممكن استهلاك اكثر يعني.
ممكن يعني تفسير منطقي بصراحة، أشكرك. يعني أنه زيادة الكميات لأنه بنهاية الربيع زي ما فضل زميلتكو، بنهاية الربيع بزيد كمية الحليب أكيد يعني بصير بجزء يعني معروض كثير، الناس بتشتري نفس البوليسز ما في أي تغيير بزيد الحالات، فيه يعني منطقي إلى حد ما. نعم. ممكن يعني انه كمان نهايه الانكوبيشن اخذت فتره مثلا 4 اسابيع او شيء. اوكي ممكن زميلكم بيحكي كمان انه ايش بقول شهر جون يعتبر بدايه الصيف، صحيح هو نهايه الربيع، مع نهايه الربيع برضه بقول لك انكوبيشن بيريود. اوكي صح، يعني تقريبا نفس هي. انت حكيت بس عن انكوبيشن بيريود، زميلتك حكت عن اللي هو يعني زياده الاستهلاك، وارد. Distribution of brucellosis cases by age group and sex in Jordan لسنة 2022، يعني بس تطلعوا عليها ما فيش شيء مهم هون بين ميل، مقارنة بين ميل وبين فيميل، مين أكثر؟ اللي أعمارهم من 5 إلى 9، في حظوظ أكثر فئتين، الأعمارهم من 5 إلى 9 واللي أعمارهم 20 وفوق، ماشي أكثر من 20 أو 20 وفوق. فهون الميل 53، هون الميل 126. هذا دائما الإشي اللي مش كويس بيكونوا فيه الميل أعلى، صح؟ طيب أي سؤال على البروسيلوسيس؟ مواضيع بسيطة يعني بصراحة، بس أنا يعني كمان مرة مهم جدا نعرف هاي الأشياء للأهمية، مهم لأنه أهمية المجتمع وأهمية إنه أنتوا يعني بالكوميونيتي هيلث هاي الأشياء اللي إحنا بنركز عليها. طيب في من البارازيتيك زونوسز مثال عليها التوكسوبلازموسز اللي هو مرض البسس، خلينا نحكي توكسوبلازما جونداي is a parasitic protozoan that causes toxoplasmosis. People often contract the infection from eating undercooked meat or through contact with cat feces. While most infected individuals remain asymptomatic because of a healthy person's immune system usually keeps the parasite from causing illness. Pregnant women and individuals who have compromised immune system هذول higher risk than others. دائما حكينا ال pregnant women، elderly والchildren هذول special groups، هذول معرضين أكثر من غيرهم يصير عندهم أمراض. More than 40 million in the US carry the toxoplasma parasite. والساينز إذا بدنا ناخذ الساينز للtoxoplasmosis: fever, malaise, pneumonia, myocarditis and meningoencephalitis. يعني برضه اشياء خطيره بتحكي عن منينجو انسفلايتس، مايوكاردايتس، حتى النيومونيا. يعني الصبيه اللي حكيت لكم عنها كان عمرها 10 سنين صار عندها نيومونيا، ابوها دكتور بالجامعه هون حكى معي، فصاير عندها نيومونيا قعدت 5 أيام بالاي سي يو. بتعرفوا شو خطوره النيومونيا؟ انتم بتعرفوا اكثر مني. طبعا هو قال لي، بيقول لي هم جايبين اولاده، مشان ما كملتش المعلومه، جايبين بسه وقبل فتره يعني، ومش عارف وين ملاقينها ومربينها بالبيت، فبقول لي طلع من البسه يعني، كان الشاهد في الموضوع هيك. طيب الفورمز اوف توكسوبلازموسس، في له مالتيبل فورمز للتوكسوبلازموسس. في التروفوزويتس فاوند ان اكيوت كيسز and present in the blood, urine, saliva, tears and feces of the infected cats. Cytozoites found in the meat. Oocytes found in the feces of the cats, resistant وبضل persistent or resistant for long time. For the cat to start shedding oocytes in the feces, it needs 10 to 20 days after infection and it continue shedding for 3 to 4 weeks اللي هي period of communicability يكون فيها معدي. كمان young cats اللي أعمارهم من 6 إلى 12 شهر are more
risky or dangerous to humans than old cats because they will get infected several times until they build up their immunity. ما بكون عندهم مناعة البسس الصغيرة هاي اللي أعمارها أقل من سنة أو من 6 إلى 12 شهر، ما بكون عندهم مناعة، عشان هيك بكون حتى جسم يعني سهل جدا يأخذوا العدوى هم أكثر من مرة، وبالتالي بكونوا أكثر الأشخاص إحنا كهيومنز أكثر عرضة إنه نصاب من هاي الأنيمالز من إنه نأخذ العدوى من حيوان كبير، لأنه الإميون سيستم تبعه بكون تشكل الإميون سيستم للحيوان وبقدر يقاوم حتى المرض إن جنرال. المفروض انه متعالجوا الكل. الاوسيس سبوريوليشن، سبوريوليشن occurs in 2 to 5 days out of the cat after the infected cat defecates. This gives you 2 days to clean the litter box and avoid exposure to the infective stage, and it's best to clean the box every day. لازم انه يكون في خلينا نقول تنظيف يومي ل خلينا نقول المكان او المنطقه اللي بيعيش فيها الكات. انا بعرفش، ما عنديش خلفيه، بس انا بعرف كيف بالعاده، انا بعرف كيف انه بالبيت احنا عندنا الناس اللي عنده كات ولا عايش مع العيله، انا هيك اللي بعرف، اذا حدا عنده راي ثاني يحكي لي. الناس اللي عنده كات بجوز قليل، الناس اللي حاطين له يا مثلا مكان مخصص انه يعني ساند بوكس ولا انا بشوف انه او حدود معلوماتي عايش مع العيله زي واحد من الاولاد. مين عندهم بالسون؟ هسه بيطلع ولا واحد كمان. كنت بدك ترفع ايدك؟ وين عايش البس عندكم؟ وين ما بده، يعني ما اخذ حريته على الاخر. بس إله مكان مثلاً بنام فيه مخصص؟ بنامش عليه. بنام عندك كويس. ليش قاعد اللي بجنبك هذا؟ ليش قاعد بجنبك؟ مش عارف. اللي بجنبك ليش قاعد عندك هذا؟ يلا كويس. مش عارف، هي يعني كل واحد ورأيه. أنا بالنسبة لي ما يعني ولا يمكن أربي عندي بس مثلاً في البيت، ولا يمكن. ما بعرف، في أسباب كثيرة غير حتى غير المرض، النظافة، الأشياء، ما مش عارف، ما بستوعب الشيء الفكرة نهائيا. قصدك معرض، قصدك إنه يعني أكيد أنت كل أي شخص، أنت كل ما زاد الفريكونسي بتعاملك مع زي ما قلنا قبل شوي الفيترينري دكتورز معرضين اكثر من غيرهم، اللي بيبيعوا زي ما تفضلت انت، اللي بيبيعوا حيوانات الاليفه هاي اكيد معرضين اكثر من غيرهم، لانه كل يوم يعني في فيري فريكوينت خلينا نقول كوميونيكيشن مع هاي الانيمالز. طيب ايت سبوروزويتس ار ذا انفكتيف ستيج اوف توكسوبلازموسيس اند فور وان اوسيست تو جيف ايت sporozoites it needs 2 to 5 days. لازم يكون في 8 sporozoites. هم زي انا اللي طلعت عليها الفكره كانه بصير زي انقسام، كانه بكون في ايوه تبرعم، هي sporulation اللي هي التبرعم، فبكون بس زي الخليه بصير لها انقسام، كل واحد بيطلع اربعه بيوصلوا ثمانيه، اذا صاروا ثمانيه خلال 2 to 5 days ممكن يصيروا infected. الترانزميشن ممكن اورال عن طريق الفود كونتامينيشن، الهاند كونتامينيشن باي طريقه، سواء لمست البس او انا لما بطلع بصراحه بروح اولادي بجوز عند حدا عنده بس بقول له ممنوع تصيبه، ممنوع تقرب عليه، وصدقا انا اذا بعرف انه حدا عنده بس بحاول ما اسلمش عليه، بحاول ما اسلمش عليه اذا قدرت بسلمش. كونسومشن اوف كونتامينيتد فيجيتابلز اور فروت اكيد وود بورن، خلينا نحكي كونجينيتال، في شيء هذا مهم جدا وهو الكونجينيتال اللي هو ممكن ينتقل من المذر تو فيتس. This is the most dangerous route of transmission for a human. انه ينتقل للبيبي، تخيل ينتقل للفيتس مش للبيبي، للفيتس بعده في مرحلة التكوين ويصير له يعني infection توكسوبلازموسيس.
ابنورماليتيز اكيد. يعني انت الجنين جوا لا بتقدر تعالجه، حتى لا بتقدر تعطي الست الحامل انتي بايوتيك ولا يعني امور صعبه. ممكن يصير في انفيرتيليتي، ممكن يصير في انفيرتيليتي صحيح. هو بكون تكون الجنين، بكون بالثيرد ترايمستر بكون يتكون، بس بالفيرست والسكند بكون بعده في طور التكوين، فبصير الضرر اكبر. هيك قصدك صح؟ طيب ذا ماذر مي بي ايذر سيمتوماتيك اور اسيمتوماتيك، ممكن يكون في او ما في سيمتومز. ذا فيتس ان 90% اوف ذا كيسز از سيمتوماتيك اند ذا سيريسنس اوف ذا ديزيز ان ذا فيتس ديبند اون ذا تايم اوف اكسبوجر، زي ما حكينا ديورينج ذا بريجننسي. كأنه السكند ترايمستر على ما أذكر أنه أخطر. Before pregnancy, no risk to the fetus. بالفيرست ترايمستر only few fetal infections, fetal infections, but they are serious. بالسكند ترايمستر, the most serious period, اللي هو بالسكند ترايمستر, causing abortions and premature birth. This period is very critical because the growth and development of the fetus is at maximum during this period, especially the nervous system. لما بكون هو قاعد بتطور بشكل سريع اللي هي مرحلة second trimester، فهو ممكن يصير الضرر أكبر. After birth symptoms, encephalitis, first day to several weeks after birth بصير الانسفاليتس هاي، أو ممكن يصير bilateral blindness. تخيلوا كمان يعني مسألة مش سهلة. Diagnosis, treatment and vaccination. Diagnosis using the lab test عن طريق السيرولوجي, blood sample from human or cat. The treatment in human only by administering the drugs اللي هو sulfadiazine. With vaccination available in given to young female sheep and goats and no vaccines for human. The methods of control for toxoplasmosis, cook meat well, wash hands after handling raw meat or cat feces, clean litter box regularly and dispose the contents, control stray cats and rodents by feeding cats cooked or frozen meat. Published in 2012, هذا فيه على الكوست والإبيديميولوجي, suggests that toxoplasmosis $3 مليار التكلفة بس بسنة 2012. Approximately 10,000 quality adjusted live years اللي هم cats lost per year in the United States alone. The total annual incidence of toxoplasmosis was estimated to be 9,800, and the economic cost of foodborne toxoplasmosis in pork was estimated to be about $2 billion in the United States. هاي بس فيجر للتوضيح انه بحكي عن البريفالنس اوف ليتنت توكسوبلازما ان بريجننت وومن. المناطق اللي فيها احمر هي بتكون اعلى الاماكن فيها بريفالنس. هون بهذا الجدول جلوبال ريجن اند ناشونال بول بريفالنس اوف ليتنت توكسوبلازموسز، هون نحكي عن لبنان والبولد بريفالنس تبعهم قديش الرقم 82، بالأردن 47 ونص، جلوبال 33 إجمالا. نحفظ بس البريفالنس هون أردن ولبنان. الأشياء هون توضيحية، الأشياء الجداول الثاني هون بس توضيحية، إلقوا نظرة عليها إذا حدا بحب يلقي نظرة، مش راح أطالبك فيها ماشي. آخر الجداول هذول بس إلقوا نظرة عليها للتوضيح. حدا عنده أي سؤال؟
طيب بكره راح نحكي عن موضوع بالمنتل هيلث،